الفرق ما بين البيبسي المصرية والمستوردة؟ أول حاجة لازم أشوف فرق الصوت، ده حاجة معايا أوي. دي صوتها كويس، دي صوتها كويس، دي صوتها كويس. تعالوا بقى، بعتقد التانية هي صوتها أعلى. تعالوا بقى نشوف فرق الصوت ما بين دي المستوردة والمصرية. مصرية طعمها زي مصرية. تعالوا نشوف بقى الفرق ما بين المستوردة، نشوف فرق الصوت ما بين المستوردة وما بين المصرية. المصرية طعمها حلو. تعالوا نشوف المستوردة، لا فرق الصوت ما بينهم حاجة تانية. وأنهي أغلى، المصري ولا المستوردة؟ الفرق المصري ب4 جنيه، لا دي ب3 جنيه، المصري ب3 جنيه ودي ب15 جنيه. 16 جنيه ونص. قول لهم ثانك يو، بس ما تشربوش بيبسي أبدا، عشان بيبسي في فرق ما بينهم. الصودا، الصودا بتاع دي مش مزة، بس دي بس مزة. البيبسي ان هيلثي للأطفال، بس الكبار يشربوا بيبسي، صغيرين لا، ممكن مرة بس في الشهر. اوكي.